اليوم باش نهزكم معايا لبلاصة مزيانة برشا في ولاية مدنين، جزيرة البيبان. جزيرة مش معروفة برشا في تونس وتتبع مدينة جرجيس، وبالتحديد في بلاصة اسمها جديرية. قبل ما نمشيو للجزيرة عملنا دورة في ميناء جديرية اللي فيه برشا حاجات مزيانة للتصوير، وبعد ركبنا مع محسن في الفلوكة متاعو وقصدنا ربي للجزيرة. البيبان تبعد عن جديرية قرابة ربع ساعة بالفلوكة. أول ما وصلنا عملنا دورة في الجزيرة وين نلقاو إقامة مزيانة فيها كل المستلزمات للناس اللي تحب تعدي أكثر من نهار غادي. جزيرة البيبان هي محمية طبيعية وجيوها الطيور المهاجرة من برشا بلايص، هذيك علاش ننصحكم باش تعملوا دورة بالفلوكة وتشوفوا بعينيكم روعة المشاهد الطبيعية وتاخذوا تصاور مزيانين مع الطيور المهاجرة، خاصة طائر النحام الوردي اللي نلقاوها بكثرة في الجزيرة. بالنسبة لي كمصور وصانع محتوى، جزيرة البيبان هي مكان رائع باش نرتاح فيه بعيد عن الضغوطات والروتين ونمارس هوايتي في التصوير كأحسن ما يكون. هذه كانت رحلتي في البيبان، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش نوريو تونس للعالم الكل، ونتقابلوا إن شاء الله في الفيديو الجاي.